اصداراته كتير، واتصدر منه في اصدار 125 مليون، وفي اصدار تاني 325 مليون، وفي اصدار حوالي من كل اصدار حوالي 26 ولا 28، كل اصدار كل رقم بمليون ورق. فحتى الرقم بتاعه دي اول تشفير للتاريخ، الاول والاخر السنة، الثاني والثالث الشهر، واليوم اللي هو الثالث، هتلاقيه يعني واضحة قدامك في الربع جنيه. تمام. فهو الربع جنيه ده طبعا توقيع محمد شلبي وعلي نجم ومحمود صلاح حامد واسماعيل حسن محمود ابو العيون وفاروق العود، دول يعني أغلبية اللي هم مضوا على كل الإصدارات من أيام الراحل أنور السادات والراحل أيضا محمد حسني مبارك. دول الإصدارات اللي تمت بألوانهم بقى المختلفة، اللي انت طبعا هتلاقي معاك اللون ده بيعمل سعر وده بيعمل سعر. ربع جنيه ده يا جماعة ممكن يعني الأغلبية في مصر ممكن يعمل، هنقول ايه يعني 5 جنيه. انما الارقام المميزه طبعا دي لها سعرها، دي في اي عمله اصلا طبيعي، في اي عمله الرقم المميز لما يكون صفار يكون وحايد كده يعني، فبيعمل سعر كويس جدا، بتلاقيه يعني يعمل سعر ممكن يوصل 100 جنيه 200 جنيه، يعني بتلاقي زيرو من زيرو مثلا واحد لحد 10 بيساوي مثلا 150 جنيه 200 جنيه 250 جنيه بالكتير يعني. انما لو ما فيش بقى عيوب شيء بيساوي 400 جنيه 500 جنيه، لو ما فيش بكسرات برقم بقى الوحايد مثلا اتنينات تسعات ممكن يعمل من 300 جنيه مثلا، ممكن يعمل 800 جنيه لو ما فيش بقى عيوب خالص، ممكن يوصل ل 1000 جنيه او 1200 جنيه كمان. وهنشوف دلوقتي طبعا الاسعار بتاعه الربع جنيه ده بنعرضه على الموقع بكام وبتباع، وعادي يعني احسن انت ما تكون معاك مثلا 10 وبتعرضهم تشحنه مره واحده وتبيعهم. ارسلوا له برده الربع جنيه ده بس لو متهالك او مكتوب او متني بلاش منه خالص افضل يعني. فهو بيعمل سعر كويس لما يكون ارقام مميزه زي ما انا ذكرت، اللي هي الاصفار لحد 10 والوحايد لحد 9. تعرض عليه الاول، اعرض على السوق المفتوح، اعرض على بابا كم بكم، سوق اوليكس، امازون، في عندك مكان في القاهرة سوق ديانة بجوار سينما ديانة وسط البلد، كل يوم سبت من 10 صباحا حتى 5 مساء، في الاسكندرية كافي صيام محطة مصر، كل يوم 4 من 10 صباحا حتى 5 مساء، في 18 شارع عثمان بن عفان، في طلخة، في المنصورة، في بستان الدكة متفرع من شارع 26 يوليو. ولو انت مش من القاهرة او اسكندرية ممكن تتعامل عن طرق شركات الشحن للتسليم مقابل الاستلام، يعني الشركة تسلم البند تستلم الفلوس. فللشحن من واجه بحري ممكن تكتب في جوجل اسم الشركة فاست للشحن، ولو واجه قبلي ممكن تكتب شركة رابيدو للشحن. اعتقد كده مفيش اي حاجة تاني انت محتاجها في العملات القديمة تسأل عنها، وبالنسبة للبيع وكل شيء في لينك برضو جميل اسمه فيكتوريا ممكن تسجل عليه بالجيميل بتاعك، في ناس كويسة بتقيم العملات وناس كويسة جدا، وفي جروبين تانيين ممكن تقيم عليهم وبيع مباشر وبيقام فيها مزادات كمان. تمام كده، يبقى انت استفدت من العملة بتاعتك.